نسق مع جهودنا الجماعية لتحصين نشرت على الملأ ومعروف فيها كل حرصكم للاجتماع بنا لتوحيد قرار إجماعي وبالتالي صادر عن موافقة كاملة من الجميع. بيقول إيه؟ رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى. ده الرأي العربي وتشرذم العربي. والآن الأوان لاتخاذ إجراءات إليه في كافة تحركاتنا القادمة. نؤمن بالسلام وبثقافة السلام على أن يتم إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف منبثقة على المؤتمر الدولي، أم مش منبثقة بس إحنا بنطالب بهذا، مثل اللجنة الرباعية الدولية، ولا مانع من إضافة دول لها بالاتفاق، وتكون المرجعية تنفيذ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ولا مكان على الطاولة للصفقة بكل بنودها. والآن أدعو فخامة الرئيس